الأفضل على الميدان، هذا إن احتسبنا المحاولات التي أهدرت. أما هم فكانوا الأفضل تكتيكيا، الأفضل انضباطا وفهما لأسلوب لعب منتخبنا الوطني. هنا العارضة تهتز مهددة بقدوم الأسوأ. أما العناصر الوطنية فأجادت لعبة خلق الفرص الضائعة. هنا بدر القادوري اقترب من الشباك وإن كانت تسديدته جيدة. أما صابر خليفة فهو نفسه لم يكن يتوقع أن تمريرته الضعيفة ستجد طريقا لا إلى شباك المياقي. نتابع التمريرة التي مرت فوق رؤوس مغربية كثيرة وحارس أخفق في حماية شباكه. المنتخب الوطني المغربي حاول بشتى الطرق معادلة الكفة. يوسف حج البدي ينفرد بالحارس ويقذف دون أن تتسع الشباك لتصويبته، وهذه الإعادة حتى لا نلوم الحظ. وكيف نلومه والمساكني في الدقيقة 75 يتلاعب بالدفاع المغربي كيف ما شاء وأرسل كما أراد قذفة زحفت نحو شباك مغربية أثقلت بهدف ثاني أشد وطأة ونكاية من الأول. فأداؤنا كان الأفضل، هكذا تنطق الأرقام، أرقام محاولات مهدورة. في الأنفاس الأخيرة من المواجهة وجدت العناصر الوطنية أخيرا منفذا نحو شباك التونسيين. العميد حسين خرجة يسجل الهدف الوحيد للمغرب الذي افتتح أولى مبارياته على وقع هزيمة غير متوقعة ومحبطة. وإن كانت تنتظرنا مبارتين تبقي على الحظوظ قائمة فقط إن أخذنا العبرة من أول درس قاس في هذا المونديال الإفريقي.